أحد المجامع يوم السبت، وإذا الراد بها روح ولد منذ 18 سنة، وكانت منحنية لا تستطيع أن تغتصب البتة. فلما رأى يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، أنت مطلقة من مرضك. ووضع يديه عليها، وفي الحال اغتصبت وجعلت تمجد الله. فقال رئيس المجمع للجمع وهو مخطاب لإبراء يسوع في السبت: لكم 6 أيام ينبغي العمل فيها، ففيها تأتون وتستشفون، لا في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا امرئ، أما يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره في السبت من المذود وينطلق به فيسقي؟ وهذه ابنة إبراهيم التي ربطها الشيطان منذ 18 سنة، أما كان ينبغي أن تطلق من هذا؟